طب بص انا بص يا باشمهندس عمرو، انا بدايه طبعا برحب بحضرتك وبرحب بالساده الحضور، لان سيادتك افدت ان في اكتر من 120 او 130 متابع. ولكن هنتكلم في المحور الاولاني اللي حضرتك افدت بيه في الحفاظ على صحه وسلامه اهالينا وزملائنا وشركائنا، وانا هاخص بالذكر طبعا العاملين في المصانع وفي الشركات واللي هم شغالين في مجتمع الاعمال بشكل عام. لان احنا ان كنا كدوله وانا كحكومه او كوزاره التجاره والصناعه حريصين على ان احنا العمليه الانتاجيه تبقى مستمره، سواء في مجال التصنيع او في مجال التجاري او في مجال التصدير، ولكن يهمني بدايه طبعا صحه العاملين والقائمين برضو على هذه المنشات. فده حدث نتيجه ان احنا ابتدينا بتعميم بعض الاجراءات الوقائيه والاحترازيه اللي تم موافقتنا بيها من وزاره الصحه، وكان هناك كمان توجيه من دوله رئيس مجلس الوزراء، واختتم بتوجيه يعني مشدد من سياده الرئيس ان احنا لازم نحافظ بدايه على صحه العاملين، وان احنا نقدر نوفر لهم البيئه المناسبه. طالما انا بقول له انا عايز العمليه الانتاجيه انها تستمر، فلازم اوفر له البيئه المناسبه. فده لما يعني علشان نقدر ننفذه اتخذنا بعض الاجراءات، كان اهمها ولو حضرتك سيادتك تلاحظ ان احنا كنت تلقيت طلبات من كثير من المصانع تعدى ال 1000 مصنع ان هم عايزين يشتغلوا ثلاث ورديات. كان الغرض من هذه المطالبه مش مجرد ان انا ازود الطاقه الانتاجيه، وان كان في بعض القطاعات كان طلبها بسبب ان انا ازود الطاقه الانتاجيه، اهمهم كان قطاع المستلزمات الطبيه وقطاع المواد الغذائيه، ولكن على الجانب الاخر كان الغرض من ان انا زياده عدد الورديات هو ان انا اقلل عدد العمال المتواجدين في كل ورديه، ضمانا لوجود المسافات المعتاده سوري الغير معتاده وهما بيشتغلوا، بحيث ان انا نفترض الورديه نفترض فيها 50 ان هما بيقللوا العدد سي ل 30، بحيث ان هو العدد الزياده ده يشتغل دوريه ثالثه. احنا حرصنا الاول والاخير فعلا على صحه العامل اللي هو بيشتغل، على على صحه المواطن اللي بيشتغل في الشركات. يهمنا تماما ان احنا نحاول نجتاز هذه المهنه اللي موجوده، لان هي فعلا حاجه مش هقول لك ما عدتش علينا في مصر، هي ما عدتش على العالم بشكل عام. احنا في ظروف صعبه، وان كان وده اكيد كلكم هتبقوا لامسين الكلام ده، احنا نعتبر من افضل الدول اللي قدرت انها تتعامل مع هذه الازمه، وما زلنا طبعا في مراحلها نتمنى ان احنا نخرج بيها على خير. ولكن برضو خليني ان انا اكد لك تاني ان احنا لو كنا حريصين على عجلة الإنتاج، ولكن حرصنا الأول والأخير هو صحة المواطن وصحة العامل، وده ينطبق طبعا على أهالينا وزمايلنا وشركائنا. احنا حريصين على هذا، حريصين على إن هم يكون متوفر ليهم جميع المستلزمات اللي هي تمكنهم، سواء من كمامات سواء من مطهرات، حريصين على التواصل مع كل الجهات والهيئات إن احنا نوريهم بشكل مستمر الاجراءات الوقائيه، وفي نفس الوقت بنتلقى اي طلب يحصل لو في اي مصنع او اي منشاه حصل فيها او اكتشفوا فيها حاله او اكثر، بحيث ان احنا نتعامل مع هذا الوضع باحترافيه وبما لا يخل بمنظومه العمليه الانتاجيه. اتمنى يكون المحور ده يعني الى حد ما اتخذ الرد عليه بشكل عام. بص حضرتك بشكل عام هتكلم على هذا المحور بشكل عام، واسمح لي ان انا هتكلم في بعض التفاصيل فيما يخص دعم الصادرات، وفيما يخص برضو يعني هقول لك الاليه اللي ممكن يتعاملوا بيها مع البنك المركزي ومع البنوك علشان نقدر نصل لتوفير السيوله اللازمه لهذه الشركات، او معالجه بعض القواعد الخاصة بالتعثر. زي ما سيادتك نوهت مش لازم الشركة تصل لمرحلة التعثر عشان أقدر أقدم لها الدعم، وأنا أتفق معاك في هذا. لو أنا بتكلم على الحفاظ على أصول الشركات وأهمها الأصول البشرية ثم المالية، بالعكس أنا عشان أقدر أحافظ على الأصول البشرية لابد أن أحافظ على الأصول المالية، لأن الغرض من أنا أحافظ على الأصول البشرية إن أنا كل شركة وكل مصنع وكل مؤسسة إن هي تحتفظ بالعمالة اللي موجودة عندها،
وهي عشان تحتفظ بيها فلازم يكون عندها القدره على انها اتاحه الاجور الماليه او الحوافز الماليه المخصصه ليهم، وده طبعا بيجي من نتيجه عمل الشركه او المصنع او ايا كان المؤسسه التي تعمل في هذا. الوضع اللي احنا فيه ده ممكن ان هو يؤثر على الكاش زي ما انت سيادتك افدت، نظرا لعوامل كتير جدا مش هندخل فيها، ولكن خليني بنشوف الاثر اللي موجود وهو نقص السيوله الموجوده. نتيجه نقص السيوله دي احنا تم التوجيه لدعم الصادرات، وانا هقول هنا حاجتين حضرتك قلتهم، قلت لي الادارات التنفيذيه ودقه الاجراءات وسرعه تنفيذها، لان في بعض الاحيان ممكن يتخذ قرارات ولكن لا يتم تنفيذها بالشكل المطلوب ولا في الوقت المناسب وبالتالي تفقد معناها. فاحنا على سبيل المثال موضوع دعم الصادرات، التوجيه اللي احنا خدناه من سياده الرئيس ان احنا يتم ضخ اللي هو اقل كله مستحقاتهم اقل من 5 مليون دعم لاصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه لمستحقاتهم لا تتجاوز ال 5 مليون، كان الغرض منها اتاحه قدر من السيوله لهذه الشركات لمجابهه التكاليف التشغيليه اللي موجوده عندها واللي هي بتاتي على راسها اجور العماله اللي موجوده عندها. ده شق. الشق الاخر ان انا وانا عارف ان حضرتك هتصدقني والساده الحضور معانا اللي هم موجودين معانا، لو قلت لك ان انا بتابع بشكل شخصي عدد الشركات اللي تم مراجعه مستنداتها واللي احنا نجحنا ان احنا ناخد قرار ان احنا نتجاوز عن تقديم الشهاده الضريبيه للمستحقات الضريبيه، ان ده كان من احد مستندات الصرف، بتابع بشكل يومي. انت بتقول لسه ما حدش صرف، ولكن انا لغايه امبارح تم تحويل اوامر الدفع لعدد شركات تقريبا في حدود 1177 تقريبا يتجاوز المبلغ يدخل تقريبا في مليار ونص. معظمهم ممكن يكون من اصحاب الشركات اللي هم مستحقاتهم اقل من 5 مليون، ولكن انا بقعد وانا بكلم حضرتك ان احنا بنشتغل بشكل يومي وبشكل مكثف علشان نقدر ننتهي من صرف جميع المستحقات اللي هي داخله في المنظومه اللي اتفقنا عليها واللي خدنا توجيه بيها، لان الغرض الاساسي ان انا اوفر لهم هذه السيوله، ومش مجرد ان انا اوفرها بس، لازم اوفرها في الوقت المناسب اللي هم لديهم احتياج. فده فيما يخص دعم الصادرات، فانا اتعشم ان احنا ممكن نكون بحد اقصى على نهايه الاسبوع القادم تم وتم الصرف لمعظم الشركات اللي ليهم مستحقات لهم لا اقل من 5 مليون مشروعات صغيره، وهنصرف في نسبه 30% مزاد عن هذا لاصحاب اللي هم اصحاب المشروعات يعني او اصحاب الشركات اللي هي ما تصنفش انها مشروعات متوسطه. ده من شق اخر. الشق الثاني اللي هو بتتكلم فيه حضرتك مع البنوك، احنا لسه بالمصادفه قبل ما التقي مع حضراتكم كان ليا مكالمه مع نائب محافظ البنك المركزي استاذ جمال نجم، وكنت بتكلم معاه بشكل عام بخص باحد الشركات التي تجد بعض المعوقات الماليه، واتكلمت معاه باستفاضه ان احنا وقتنا الوقت الحرج اللي احنا موجودين فيه لازم نكون حريصين على شقين مهمين جدا. اول شق ان انا مش عايزه شركاتي تفقد الفرصه التصديريه اللي موجوده عندها، بالاضافه لان احنا فرصتنا دلوقتي لفتح اسواق تصديريه جديده، خاصه في ظل ان كثير من الدول معظم الشغل عندهم توقف والعمليه الانتاجيه متوقفه عندهم، فده مجال جيد جدا لينا هنا وللساده المصدرين ان احنا مش هقول نحتفظ بالفرصه التصديريه دي، انا حريصه عليها، على الجانب الاخر حريصه على فتح اسواق تصديريه جديده، ونحاول ان احنا نعتبر الازمه اللي احنا موجودين فيها دي نقلبها او نغيرها لشيء ايجابي، وهو اتفق معايا على هذا، وقلت له يعني بما معناه يا ريت التنسيق الدائم لو هم لديهم احتياجات في توفير سيوله ماليه علشان مجابهه الطلبات وعمل التوريد اللي بتجيلهم تكون في اسرع وقت، ويكون كمان الدراسه فيها شيء من المنطقيه وشيء من السهوله واليسر، ونفس الوقت لازم نراعي موضوع الوقت، لان انا زي ما سيادتك قلت الوقت مهم جدا والسرعه، لان انا لو فتحت هذه الاموال ما كانتش متوائمه مع اوامر التوريد اللي جايه لي او عقود التصدير اللي جايه لي بصراحه هيفقدوا فرص كثيره، وانا حريصه على هذا. ويا ريت انا من خلال تواصلي مع حضرتك اي حد يجد صعوبه في التواصل مع احد البنوك لاي سبب او كان
يا ريت حضرتك حتى يبلغني او يبلغ مكتبي وانا هتواصل بشكل شخصي علشان ان انا احاول ايسر لهم هذا الشغل. لكن اؤكد تاني فيما يخص دعم الصادرات ان شاء الله هتجد اوامر الدفع تقريبا في اوامر الدفع حضرتك راحت امبارح، ولكن انا بتابع بشكل مستمر لكل القطاعات، ان انا حريصه جدا ان كل قطاع مش مجرد قطاع على حساب قطاع، بالعكس كل القطاعات ان هي يصل اليها الدعم المخصص ليها كنوع من ان احنا اتاحه السيوله ليهم في هذا الوقت اللي احنا موجودين فيه. أكيد اللي أنا ممكن هتكلم فيه ده هيكون نفس الكلام اللي حضرتك بتفكر فيه، والسيدة مجتمع رجال الأعمال زي ما حضرتك نوهت في بداية حديثك، لو احنا بنتكلم على استمرار العمل والإنتاج قدر المستطاع ده هي برضو يعني يخش في شق مع المحور اللي اتكلمنا عليه في الأول اللي هو الحفاظ على صحة وسلامة أهالينا وزمايلنا وشركائنا، لأن احنا برضو زي ما قلت لحضرتك حريصين على استمرار العمل والإنتاج قدر المستطاع بما لا يخل بمنظومة الحفاظ على الصحة والالتزام بالإجراءات الوقائية، لأن الوضع اللي احنا فيه ده يعتبر وضع حرج وغير مسبوق. ولكن خليني ندخل لبعض النقاط، إن احنا نتيجة هذه الأزمة اتفتح لينا مجالات للعمل في بعض القطاعات زي ما حضرتك نوهت، ولبعض المصانع وزي ما انت بتقول مثلا زي مصانع موجوده في المحله ان هم عايزين يبتدوا يشتغلوا، ونوهت برضو لهيئه الشراء الموحد. احنا فيما يخص قطاع المستلزمات الطبيه بشكل خاص حضرتك تعلم تماما هناك كثير من المصانع وكثير من الشركات بتشتغل في قطاع المستلزمات الطبيه. احنا وقت ما حصل هذه الأزمة لاحظنا ان احنا كدولة لازم نحتفظ بالحد الاستراتيجي اللي يؤمننا كدولة في ضوء وجود هذا الفيروس. كانت النتيجة ان احنا تواصلنا مع وزارة الصحة، مع هيئة الدواء، مع هيئة الشراء الموحد، وتم الاتفاق ان احنا كلنا هنتعامل مع هيئة الشراء الموحد. هيئة الشراء الموحد هي ما تتيح لنا البيانات المطلوبة لاحتياجاتها، هي اللي بتقول لي المواصفات برضو على الجانب الآخر، المواصفات سيادتك برضو المطلوبة. كان في حديث مع حضرتك فيما يخص المواصفات، وأنا قلت لي يا ريت المواصفات تكون بشكل معلن علشان نقدر نتاحها لأصحاب المصانع والشركات إن هم يشتغلوا فيها، وأنا اتفقت معاك في هذا. ولكن خلينا ان احنا بنشتغل في وضع برضه زي ما بقول لك وضع حرج. احنا كنت انا اصدرت قرار بحصر بعض المستلزمات الطبيه، ونتيجه هذا الحظر والقائمه اللي كانت تم موافاتي بيها من وزاره الصحه، احنا بنتلقى برضه بعض الطلبات الخاصه ببعض الشركات المصدره والتي سبق ليها التعاقد كان قبل حتى هذا القرار، واحنا حريصين كل الحرص. يعني انا حريصه وان ما فيش اي شركه تكون تم ليها تعاقد بمستلزمات او باوامر توريد معينه، عمري ما ان انا هكون حريصه ان هي لا تفي بهذه المستلزمات. حاولنا ان احنا زي ما بنقول كده بنعمل حل وسط، وابتدينا ان احنا نتواصل مع هيئه الشراء الموحد، وقعدت حضرتك الكلام ده كنا اول امبارح انا قعدت بنفسي مع هذه الشركات مع رئيس الهيئه وامنا كل احتياجاتنا، وما زاد عن هذا سمحنا له بالتصدير، لان انا بيحركني شيء اساسي زي ما يهمني ان انا اوفر الحد الاستراتيجي للدوله، لكن على الجانب الاخر برضو انا مش عايزه ان انا اضر بالساده المصدرين واصحاب الشركات، وبالعكس وبالسمعه الطيبه والجيده اللي هم تمتعوا بيها، بالاضافه زي ما نوهت قبل كده ليه ان احنا نحافظ على الاسواق التصديريه المفتوحه، بالعكس ونحاول ان احنا نفتح اسواق تصديريه جديده. فيما يخص استمرار العمل، هو لازم هيستمر العمل، انا بقول يستمر العمل وحضراتكم اكيد بتؤكدوا معايا هذا الكلام، لان احنا اولا واخيرا احنا في وقت ازمه يعلم الله متى هتكون نهايتها، ولكن بنحاول ان احنا نشتغل بقدر المستطاع في هذا الوقت على اساس ان احنا نقدر ان شاء الله
نتخطاها، بالعكس وناخد منها بعض الايجابيات بحيث ان احنا نستعد لما بعد ازمه كورونا، اللي انا اتمنى يكون مجال جيد جدا لرجال الاعمال في مصر، للمصنعين، للمصدرين. بالعكس يعني انا واثقه ان هي ان شاء الله هيكون مجال طيب جدا لنمو كل الاعمال بشكل عام يعني. برضه معاك حاجة جدا ناحية كده بالمحور الرابع اللي أنا بحبه بصراحة، يعني الاستعداد بعد الأزمة إن شاء الله. بص أنا هقول لحضرتك حاجة، إحنا كل الشغل بنشتغل اتفضل. اللي أنت عامل حاجة هو اللي أنت عامل حاجة على فكرة، بس هو في مشكلة بطيء شوية. أيوة يا فندم أنا سامع حضرتك. بص حضرتك نوهت اللي هو الاستعداد لما بعد الأزمة. تأكد إن هقول لحضرتك يعني لو هتكلم على وزارة التجارة والصناعة، ولكن هتكلم على الحكومة بشكل عام، إن إحنا وإحنا بنتخذ كل الإجراءات علشان نتجاوز الأزمة اللي موجودين فيها بشكل عام وبشكل تفصيلي، وفي إجراءات عديدة اشتغلنا عليها، ولكن أكيد إحنا بنشتغل على محور آخر وهو ما بعد الأزمة، لأن إحنا لازم نكون متفاوتين تماما للمسارات اللي هنشتغل عليها بعد ما تزول أزمة كورونا، وخاصة إنها مش مجرد أزمة لدولة ولا منطقة، ولكنها أزمة عالمية. ما أظنش إن العالم كله بيأسره عدى عليه مثل هذا الأزمة بشكل عام. إن التجارة إلى حد ما فيها نوع من مش هقول التوقف، ولكن نوع من التباطؤ. مطارات العالم كلها سيارتك بدون مبالغة لا تعمل. التنقل حتى ما بين الدول ما بقاش متاح زي الأول، ولكن إحنا بالنسبة لنا عايزين ناخد من الأزمة اللي إحنا موجودين فيها مجال آخر، وهو إن إحنا نعمق صناعتنا المحلية، ودي تكون فرصة جيدة نقلل وارداتنا ونقدر نشوف احنا مجالات كتير قوي ومستلزمات كتير كان من السهولة ان احنا بنجيبها من الخارج. وهذا المحور انا هقول حضرتك حاجة احنا بنشتغل عليه بشكل مكثف الفترة دي، ومش مجرد ان انا اقول انت كنت بتاخد منتج من الخارج وبالتالي صناعه محليا، لا، احنا لازم نشوف ايه اللي كان العوائق اللي بتخليه ان هو من السهولة من اليسرى رغم ان هو ممكن يصنع محلي ان هو يستورده من الخارج، لان احنا برضو لقينا بعض يعني عايز اقول بعض التشوهات او بعض المشاكل الجمركية بنحاول ان احنا بالتنسيق مع وزير المالية بنحاول ان احنا نحلها. لازم يكون في كثير من الحوافز، اهيئ بيئة جيدة او بيئة خصبة لتعميق المنتج المحلي، ما يبقاش مجرد شعار فقط لا غير. لكن انا واثقه ان احنا الفرصه اللي جايه لنا هذه الفتره هيكون ان احنا نقلل وارداتنا ونعمق المنتج المحلي، ولكن على الجانب الاخر هتكون برضو فرصه ممتازه جدا لزياده صادراتنا، فتح اسواق تصديريه ومجالات ممكن نكون ما كناش يعني بندخل فيها كدوله، لكن انا واثقه ان احنا هنقدر نقتحمها ونقدر ندخل فيها. وحاليا هي باديه على فكره، انا بتلقى كثير من يعني بعض التعليقات ان احنا بيتفتح لهم اسواق ما كانوش موجودين فيها قبل كده من السادة مصدرين، على اساس عزوف كثير من الدول عن الانتاج في الوقت الحالي. فاحنا نتمنى ان هي ما تبقاش بس مرحلة مؤقتة، بالعكس ان احنا نشتغل عليها باستراتيجية وتبقى بشكل ممنهج بشكل عام. ربنا يقدرنا وهذه الازمة نقدر ان احنا نكتزها، وانا شايفه ان شاء الله ان احنا هنقدر نجتازها، مش احنا كحكومه، لا، احنا حكومه وبحضراتكم وبمساعدتكم، لان انتوا عنصر اساسي. لا، وهتكلم على الحكومه بشكل عام وبشكل خاص لوزاره التجاره والصناعه. شكرا. انا متفقه مع اللي سيادته قاله بالظبط في كل النقاط اللي قال عليها، وهحاول اشتغل على محور الشارع الموحد ده ونفعله اكتر من كده. الشق الاخر فيما يخص ان احنا نقلل فاتوره الاستيراد، هي الحمد لله قلت دلوقتي بنسبه 24%، لكن نحاول، لكن انا عشان اقللها لازم اكون على الجانب الاخر مفعله هذا المنتج عشان ما يحصلش برضو فيه
نقص في الاحتياج ان احنا نفعله كمنتج محلي، لكن طبعا انا متفقه تماما معاه وربنا يقدرنا ان شاء الله وان احنا نضع هذه المقترحات كلها موضع التنفيذ. شكرا يا فندم، متشكره لحضرتك. وزي ما حضرتك تقول نبوست على الملف بعد كورونا، نبوست عليه حتى من دلوقتي ونبتدي نشوف ايه الاجراءات اللي نبتدي نشتغل بيها، بحيث ان شاء الله ان احنا بعد ما الازمه تخلص نقدر نحط المقترحات دي كلها يعني للتنفيذ. يعني انا نفسي اقعد معاكم اكتر من كده، ولا تتخيل مدى سعادتي بالتواصل معاكم وبرضو بعض التعليقات والمداخلات. اتمنى ان احنا الامور تسمح للقاء مباشر ونقعد كده على ترابيزه الاجتماعات ونتكلم ونسمع المقترحات، ويعني وربنا يحاول ايه ربنا يكرمنا جميعا ويقدرنا نعدي هذه الفتره ان شاء الله على خير. شكرا يا فندم. انا بشكر حضرتك على وقت حضرتك.